وأخيرا من جريدة الأهرام، تعبئة عامة في إفريقيا قبل مواجهة الفرسان الأربعة، أهل بنغازي يصرف المكافآت، وريد ديفلز لا نخشى الزمالك. تتسارع اللحظات ويتعالى سقف الطموحات مع اقتراب مرحلة الدخول في الجد، انطلاق مباريات الذهاب إلى دور 16 لبطولتي أفريقيا للأندية، دوري الأبطال والكونفدرالية الأسبوع المقبل. في دوري الأبطال يواجه الأهلي حامل اللقب نظيره الليبي أهلي بنغازي في مواجهة عربية مصرية مميزة وفريدة من نوعها، ليس فقط لأن الفريقين ينتميان لأبناء حرف الضاد، ولكن أيضا لأن مدربيهما من بلاد الفراعنة. فبطل مصر يتولى مسؤوليته محمد يوسف، وممثل ليبيا يقوده المدير الفني الشاب الناجح طارق العشري. أما الزمالك ومواجهته مع نكتة ريد ديفلز الزامبي، فإن المدير الفني للأخير ماسوا سوموال أعلن صراحة أن الأبيض لا يمثل له سوى خطوة نحو الطريق الطويل إلى منصة التتويج، لسيما بعد تخطي كامبلا سيتي الأوغندي على ملعبه وسط جماهيره.